هل يجوز أن نعطي للزكاة لأولئك الذين يبنون المساجد سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى حدد مصالح الزكاة ولم يدع ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم أو أحد من الناس. قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم الحكيم. ذكر الله سبحانه وتعالى 8 مقاله في هذه الآية الكريمة، فيجب صرف الزكاة فيها أو في أحدها، ولا يتعدى ذلك إلى بناء المساجد أو المدارس أو إقامة المساجد الخيرية، هذه لا تمول من الزكاة، وإنما تمول من التبرعات ومن الصدقات التطوعية. أما الزكاة فإنها يجب أن تكون في المصارف الثمانية، لا تبلى منها المساجد ولا القناطر ولا المدارس ولا سائر المساجد الخيرية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.